بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، تحدثت في اللقاء الماضي عن ثلاث مشاكل من أهم المشكلات التي تواجه المجتمعات الإسلامية، وهي الانحراف الفكري والسلوكي ووسائل الإعلام المضللة وضعف صلة كثير من الشباب بعلماء الأمة. وفي هذا اللقاء سأستكمل إن شاء الله تعالى ما تبقى من الحديث عن تلك المشكلات، فأقول مستعينا بالله جل وعلا: المشكلة الرابعة، وهي فشو الفواحش الأخلاقية كالزنا واللواط أعزكم الله، بالإضافة إلى القذف والاختلاط. الله جل وعلا حرم الفواحش بشتى أنواعها، قال الله تعالى: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ومن هذه الفواحش فاحشة الزنا، وهي محرمة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، بل إنها من كبائر الذنوب، وتتجلى الحكمة من تحريمها في ظهور وانتشار كثير من المفاسد والأضرار. فالزنا يسبب أمراضا فتاكة تعصف بحياة الأفراد والمجتمعات، وهو أيضا سبب للعذاب الأليم عند رب العالمين، لأنه كما أسلفت من كبائر الذنوب، وهو أيضا سبب الرئيس في إفساد نظام البيت وقطع العلاقة بين الزوجين وتعريض الأولاد لسوء التربية والتشرد والانحراف والضياع. ومن الفواحش الأخلاقية اللواط، وهو من أبشع المنكرات وأخطرها على الإنسانية من جميع الجوانب، وهو لوثة أخلاقية ومرض نفسي، نسأل الله العافية والسلامة. وهو من أكبر الفواحش التي تسبب فساد الدين والأخلاق، ولهذا كان عقاب مرتكبيها مناسبا لبشاعة فعلهم، فخسف الله تعالى الأرض بقوم لوط وأمطر عليهم الحجارة، لما يترتب عليه من الأخطار والأمراض الكثيرة. فمما يترتب عليه مقت الله سبحانه وتعالى ولعنته، ومقت الناس أيضا وازدراؤهم لمن يفعل هذا الفعل، وهو أيضا يسبب أمراضا فتاكة يعود ضررها على الفرد وكذلك على المجتمع. ومن الفواحش الأخلاقية القذف، وهو محرم بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، قال الله تعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. حرم الله جل وعلا القذف لحماية الأعراض وصونها عن التهم، والمحافظة على سمعة الإنسان وصيانة كرامته وسمعته أيضا، ومنع ضعاف النفوس من إشاعة الفاحشة في الأبرياء الغافلين، والمحافظة على مشاعر أفراد الأسرة عموما، والعمل على تماسكها وبالتالي على تماسك أفراد المجتمع. وله مخاطر وأضرار كثيرة، فهو يؤدي إلى التشكيك في نسب الأولاد والتسبب في تفكك الأسر وانهيارها، وهو أيضا يؤدي إلى الأحقاد والعداوات بين أفراد الأسرة، وأحيانا إلى المشاجرات وسفك الدماء. ومن الفواحش الأخلاقية الاختلاط، وهو اجتماع الرجال بالنساء غير المحارم من غير حاجة، وذلك كالاختلاط في الحفلات العامة والمناسبات والمنتديات وميادين العمل والمدارس وغيرها. والاختلاط محرم لما له من الأضرار والمخاطر، والحكمة من تحريم الاختلاط تتبين في أمور كثيرة، أهم هذه الأمور سد باب الفتنة ومنع وقوع الفاحشة وحفظ الأعراض، والبقاء على الحياء عند الرجال والنساء على حد سواء، والمحافظة على تماسك الأسرة وحفظها من الشكوك أيضا. والله جل وعلا قد شرع أحكام وآداب وتشريعات حماية من الوقوع في مثل هذه الجرائم، وهي كثيرة. من أهمها أنه أمر جل وعلا بغض البصر وبالبعد عما يثير الغرائز، وحرم الاختلاط بين الجنسين، وحرم سبحانه وتعالى الخلوة بالأجنبية، وحث الشرع الكريم على الزواج المبكر، وأمر بالاحتشام للمرأة. وهذه عوامل لحماية الأسرة، سيأتي لها مزيد بيان وإيضاح إن شاء الله تعالى عند الكلام عن درس عوامل حماية الأسرة المسلمة. أما
المشكلة الخامسة من المشكلات الاجتماعية فهي المخدرات والمسكرات والدخان، وهي جميعها تشترك في تخدير العقل وإحداث فتور عام في البدن، وغالبا ما يترتب عليها بعض الجرائم والجنايات. والمخدرات والمسكرات وإن اختلفت أنواعها وتفاوتت في تأثيرها على العقل إلا أنها محرمة، فيحرم تناولها وتعاطيها والاتجار بها وترويجها. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ولتحريمها حكم كثيرة، منها حفظ الدين والعقل والنفس والعرض والمال، وهذه الأمور كلها جاء الشرع بالمحافظة عليها والتأكيد عليها. أيضا حفظ كرامة الإنسان والمحافظة على المنزلة التي تليق بإنسانيته، بالإضافة إلى حفظ الأسرة من التفكك والضياع، وبالتالي حفظ المجتمع من الانحلال والدمار. ولتعاطي المخدرات والمسكرات أضرار كثيرة، منها أضرار دينية، فهي تصد عن ذكر الله تعالى وعن الصلاة وعن باقي العبادات والطاعات، وأضرار اجتماعية، فهي توقع العداوة والبغضاء والتدابر والتقاطع بين أفراد الأسرة الواحدة، وتؤدي إلى الطلاق وتفكك الأسر وتشرد الأطفال. وأضرار أيضا صحية، وهي كثيرة جدا وقاتلة، وأهل الاختصاص يعرفون ذلك تماما، فهي تحول الإنسان القوي الصحيح إلى هيكل عظمي شاحب اللون كئيب المنظر. وأضرار اقتصادية كثيرة، فهي تنهب ثروات الأمة من قبل الأعداء الذين يروجون المخدرات والمسكرات، وأيضا تذهب كثير من بركة المال وتزيل النعم، وبسببها تحل النقم بالأمة والأفراد، نسأل الله العافية والسلامة. أيضا من هذه الأمراض والابتلاءات مرض الدخان، وهو محرم لتحقق ضرره على الدين والبدن والمال، مع عدم نفعه مطلقا. والأدلة متوافرة على تحريمه من الكتاب الكريم والسنة النبوية، فمنها قوله جل وعلا: يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، وما من عاقل إلا ويقول إن الدخان خبيث مستقذر طعما ورائحة. ولا يخفى أن الإسلام نهى عن كل ما فيه مضرة بالإنسان، والدخان يشتمل على كثير من الأضرار الدينية والأخلاقية والاجتماعية والاقتصادية والصحة أيضا. وبالمشاهدة نرى كثيرا من المدخنين سيء الأخلاق، يتصفون بالنزق وقلة الصبر، بالإضافة إلى أن المدخن دائما غضوب ويثور لأتفه الأسباب، وأضراره الاقتصادية كثيرة وكبيرة. فالمدخن يصرف على السجائر مبالغ كبيرة، ويصرف أيضا على علاج الأمراض التي يسببها هذا الدخان مبالغ طائلة. والمدخن يتسبب في حرمان أهله وأولاده من بعض المال ليؤمن ثمن سجائره، وهذا يسبب مشاكل اقتصادية واجتماعية كثيرة. وقد حرص الإسلام على تتبع هذه المشكلات، وعلى تقديم وسائل للحماية منها، وأيضا للعلاج منها ومن الوقوع في أوحالها، ومن ما تسببه من أضرار للعقول والأعراض والأموال. ومن هذه الوسائل والسبل وجوب نشر التوعية الدينية في أوساط الشباب والفتيات، وتقوية الوازع الديني لديهم. أيضا التوعية بأخطار وأضرار تلك السموم، منها كذلك وجوب بذل الأسباب المؤدية إلى منع دخول هذه الآفات إلى المجتمع. أيضا التأكيد على إصدار القوانين والأنظمة على الحد من انتشار هذه الآفات، ومعاقبة من يروج لها ومن يهربها. كذلك إيجاد الوسائل المناسبة لاستغلال أوقات الفراغ لدى الأفراد، وتوجيه قوة الشباب ونشاطهم في الأعمال والمجالات التي تنفعهم وتفيد أيضا مجتمعهم، بالإضافة أيضا إلى تفعيل دور المسجد والأسرة
والمؤسسات الاجتماعية في الرقابة والتربية والتوجيه والاهتمام بالشباب والفتيات جميعا. وأخيرا أقول اللهم احفظ شبابنا وفتياتنا وفتيات المسلمين من كل سوء، إنك جل وعلا قادر على كل شيء، والحمد لله رب العالمين.